نحن طلعنا عند الخالة أم فؤاد من أول ما فتحت لنا الباب، وهي كان عندها هيدا الخوف من أنه نظرة المجتمع، من أنه الجيران يعرفوا تصوير هيدي الكركبة، فكتير عندها خوف من أنه الناس شو بتحكي، الناس شو رأيها فيها. رجع بعدين من حديثة بيّن أنه قديش هي حاسة بظلم اللي وقع عليها من الناس، قديش أنه ما حدا متعاطف معها، كلهم حاسين أنه هي غلطة بحياتها، فعلى أساسها عم يحكموا عليها طول الوقت. فمن أول ما فتنا لعندها وهي يعني من أول ما فتحت الباب دغري بلشت بدها تحكي لنا قصتنا، وأنه هي حاسة حالها مظلومة، وحاسة أنه كل الناس ضدها، وأنه يعني كانت خايفة هي يمكن بيوم من الأيام ظروفها جبرتها، أو تمن حمل لظروف الذنب. يمكن هي سبحان الله بتصير انه انسان بيغلط بس بيرجع بيتوب وبيندم وبيحاول انه هو يحسن من حياته ويكمل، فما نوقف له على هيدي الشغلة اللي غلط فيها، نحاول انه ننسى، انه نكون نوعا ما نتحلى بصفة الحنان، بصفة الرحمة يعني اللي رب العالمين دايما بيذكر لنا اياها. اذا رب العالمين بيرحم الناس، اذا شخص قتل 99 وكملن على 100 ورب العالمين رحمه وادخله جنته، فشو حال بشخص يعني قد ما كان اذنب شو عمل بحياته يعني. فاذا القصة كلياتها بدنا نعتبر منها، نحاول انه نلتمس للناس دايما أعذار، نحاول إنه نشوف شو في وراء القصة، شو كان السبب اللي دفعهم، ونحاول كمان نبحث عن هؤلاء الناس ونحاول نساعدهم. نساعدهم يعني إحنا هذا اللي مقررينه بالضبط. إحنا إن شاء الله هنرجع على الفندق وحنتحاور مع بقية الفريق. حالة خالة أم فؤاد تستحق المساعدة وكل حالة مشابهة لها، ويا رب الله يدلنا إن شاء الله على أفضل الطرق إنه إحنا ممكن تكون هذه المهمة ننجزها في يعني خالص إن شاء الله لوجه الله تعالى في أقرب وقت ممكن بإذن الله. وخاصة الحالة يعني معالي تستاهل المساعدة، مش بس لأنه شخص مرق بهيك بظرف أو قطع القوانين أو كان عنده مشكلة بحياته، هي بالذات بتستاهل المساعدة لأنه حالة امرأة. مشينا عملنا مقابلة مع أحد السيدات، هي ملخص حالتها إنها كانت تاجرة، ولكن يعني نتيجة للتوسع في التجارة، نتيجة لظروف تجارية معينة، هي دخلت في ديون كثيرة جدا. الملخص اللي احنا طلعنا هو ان المجتمع قد يكون قاسي جدا على الشخص اللي بيخطئ، وقد يتعاقب اشخاص يعني اخرين لهم صلة بهذا الشخص. انا حقيقة شعرت انه هذه السيدة صادقة وهي قوية، لانها يعني ما استسلمت للياس، ما استسلمت للاحباط، رغم انه يعني هي يعني يمكن تكون مشاكلها كثيره جدا، تعقيدات كثيره. الشيء اللي نحن ان شاء الله حنزع انه نحن نحل مع سواء مع اصحاب الديون او نحاول ايجاد مشروع صغير هي تقدر تبدا فيه. وتقريبا ده كله ملخص الحالة. لو سوسن عايز تضيف حاجة؟ لكن تعرف هي موضوعها متشعب، يعني في تفاصيل كثيرة ويعني داخل في بعضه. أنا شخصيا في لحظة كذا تهت إنه كيف نقدر نساعدها، بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة. فنظن إنه يعني سبحان الله يعني اجتماع ثلاث ساعات خذنا فيه كمية معلومات، يعني لو ما ركزناش في شيء معين فعلا هو ملموس وممكن وبيدينا وممكن نضمن أن يكون فيه عائد واستمرارية، وممكن يكون كبداية لها تبدأ بها، يعني نظن أن مش رح يكون فيها فائدة. فأظن أن من كل الاقتراحات اللي قالتها آخر مشروع اللي هو في منطقة شعبية محل جاهز بحاجات محتاجة فقط أنها تشتري 2000 أو 3000 2500 دينار ماكسيمم. طيب الحين احنا الحين مجتمعين عشان ناخذ المستجدات اللي حصلت في اليوم، واللي هي دراسة حالة واللي كان مسؤول عليها زينة ومعاني، دراسة حالة محمود ومحمد اللي كان مسؤول عنها انا واحمد سامي، ناخذ هذه المستجدات من عند هبة. يعني بعدها خطوة التالية اللي هي التوظيف، الاستمرارية والمساعدة النفسية. عندنا المحور كمان اللي بعده توعية المجتمع، وعندنا اتفاقيات للاستمرارية والتوعية لمساعدة المساجين. طيب هل ممكن ناخذ من عند زينة ومعالي؟ صار الحالة كتير
ممكن الواحد انه يتعاطف معها لانه بالذات امراه، لانه عندها ظروف كثير صعبه بحياتها. وعليكم السلام. مظبوط، يعطيك العافيه. على وقتك. طيب نحكي اختصار عن حالة حقت خالة أم فؤاد اللي زرناها. نحن حسينا أن الحالة كتير ممكن التعاطف معها لأنها امرأة، ولأنها كتير بتعاني من الظلم، من أنه الناس كتير بيحكوا عليها، ما عم ينسوا لها أنه هي من 10 سنين غلطت، فالكل قساته لهلا بيرجع بيذكرها. منها عم تلاقي شغل، كل ما بترتبط بشغل بيرجع بيكتشفوا هي شو عاملة، فتفصل من شغلها. طب أنتوا حسيتوها ازاي؟ يعني أنتوا حسيتوا الشخصية ايه؟ صادقة جدا. هي فعلا إنسانة، عارف اللي يقول لك يغرق في شربة مية، يعني هي فعلا من هذه الشخصيات، واضح جدا. وبعدين خوفها وتحفظها، يعني المؤاخذة، واحد لما ما يكون فارق معاه شيء ودائما يغلط، حس خايفة مرة، مر ما تبغى أحد يعرف أي شيء، تكتم، لأنها من عائلة محافظة. السبب إنه هي مش عايزة حد يعرفها. هي من عائلة محافظة، قالت أنا ما أبغى أهلي يعرفوا. إنه كمان مشان بناتها أكتر شيء. أيوة، متضايقة على أولادها، لأنه صارت عم تتكرر كتير إنه ناس يجوا بدهم يتقدموا لبناتها. أيوة. فيسمعوا عن سمعة العائلة. هي عندها برضو هنا الحالة دي حالة، أنا شايف إن دي حالة مركبة، بمعنى إن لو إحنا وجدنا لها الحل المادي أو حللنا لها مشكلتها في إنها حل مادي بقى لها دخل، فنضمن إنها مش هتنحرف ولا إنها يعمل مش هتتقطع. ولكن أهلها لازم يرجعوا لها. احنا كده احنا ليش مش كده؟ هل تقبلوها ولا لا؟ ما كتبت. انتوا وجهة نظركم معالي وزينة، ايش الحل معها؟ شو الحل؟ اول شيء يتسدد المبلغ المطلوب، لازم نسأل قسم الشرطة اذا في شيء مباشرة يسدد لهم احنا. هو شيء الثاني ايجاد مصدر رزق ليها مناسب. اتمنى يكون حتى شيء داخل المنزل، يعني حتى ان شاء الله نتعاقد لها مع محل يعملوا مخللات، يعملوا مربيات من بيتها وهي من خلاله. طب هي حكت انه هي قادرة على فعل ذلك؟ يعني هي لو احنا عرضنا عليها ما حد تقول لا. لنا اكثر من ساعتين دحين. يعني احنا شويه، يعني احنا بتمنى 3 ساعات، مش عارفه يعني. هذا المفروض انه في تصاريح وفي المفروض قالوا جايبين تصريح وكل حاجه، واما وصلنا جم قالوا لهم لا بعتوا تصريح من الاكبر منك. طيب وش الحل؟ احنا المفروض هما يبعتوا الفاكس دلوقتي، و اول ما يبعتوا الفاكس يبقى خلاص. احنا النهارده كان المفروض الصبح ان احنا نروح السجن ونقابل الخبير اللي هو مدير السجن الرئيسي في عمان، وفي نفس الوقت عبد العزيز كان لقى رئيس جمعيه هنا كبيره في الاردن بتعمل تاهيل للمساجين. فروحنا احنا الساعه 9 الصبح، ولكن للاسف كان في مشاكل في الاوراق والتصاريح بتاعتنا في اللي تسمح لنا بالدخول. امبارح بعد ما خلصنا الاجتماع انا وعبد العزيز لما كنا في المال، رجعنا الاوتيل قابلنا بقيه الفريق. قالوا لنا هم ان طبعا احنا ما كناش معاهم في المقابلات، فقالوا لنا هم حكوا مين الناس اللي هم قابلوهم. قابلوا اكتر طبعا من العدد اللي احنا مفروض، قابلوا حوالي 4 أو 5. لما رحت مصلحة السجون الصبح كان المفروض ان انا اروح في تصريح مجهزينه عشان خاطر ان احنا نقدر نعمل مقابلة مع مدير مصلحة السجون. وصلنا هناك قالوا لنا ما فيش موافقة جات ولا في تصريح جه، وممنوع تدخلوا. فقلنا نحاول محاولة ان احنا ندخل، يعني بعد ما انتظرنا تقريبا حوالي 3 ساعة حاولنا محاولة. عرفته بنفسي وقلت له انا عايز اقابل مدير المصلحة، فسبنا 5 دقايق قال لي خلاص موافق ان هو يقابلكم. فقال ممكن تحكوا معايا بشكل شخصي، بس ممنوع التصوير، ممنوع يطلع اسمي، يعني ما اقدرش احكي الا لما يجي لي موافقه. وقلت له احنا انت رايك هيبقى راي توجيهي لينا واستشاري، فهو مهم جدا بغض النظر عن التصوير. المساجين اللي بيطلعوا من السجن ازاي ان هم بيعرفوا هل المجتمع بيتقبلهم، ايه الفرص اللي بتبقى متاحه لهم، ايه برامج التاهيل، لو احنا حبينا نشغل ناس بنلاقي لهم شغل، العدم محكوميه، نعرف اكتر السيستم شغال عندكم هنا ازاي. قديش ناس كان مثلا سيء او كان تائس بقيات او كان مجرم وارتدع في السجن ومن ضمن برامج يعني صممت له وطلع وبطل يرتكب الجريمه اللي هي مسميها انه بطل يعود الى الجريمه او العود او التكرار. هذه الاحصائيه للاسف الشديد مش موجوده. اكيد في ناس اثر فيهم اشخاص في السجن، سواء من النزلاء انفسهم او من طواقم المركز او من الشيوخ. في هناك مراكز مخصصه للمحكومين ومراكز مخصصه للموقوفين اجمالا، وفي مختلط يعني موقوفين ومحكومين في نفس المركز. طبعا شريحه الشباب يعني تشكل نسبه يعني كبيره جدا
جدا من الموجودين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومحكومين على خلفية قضايا يعني مختلفة، في منها المخدرات سواء التعاطي أو الاتجار في المخدرات، في السرقات والاتفاق الجنائي، في على القتل. بس معظم المكررين اللي هم بكونوا في الغالب من قضايا السرقات والإيذاء البليغ يعني على الناس. لدينا في الحقيقة عدد من البرامج المختلفة في كافة الاتجاهات الصحيح، تتعلق يعني ابتداء من الرعاية الدينية، وتتعلق أيضا بالنشاطات الثقافية داخل مراكز الإصلاح، من حيث وجود مكتبات، وجود مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، برامج محومية، من حيث برامج خلينا نقول مسرحيات، إصدار عندنا مجلة متخصصة تصدرها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اسمها مجلة النزيل. احنا لاحظنا من سؤالنا لأغلب الناس اللي خرجوا من السجن، طبعا واضح ما شاء الله انه التأهيل يعني حاجة ما شاء الله يعني، وجدنا انه أغلبهم بيعاني من قضية ورقة عدم المحكومية. لا هي راح احكي عنها. والشيء الثاني انه ورقة حسن سيرة وسلوك. لا هي نفسها تقريبا يعني هذه من المشاكل او المشكلات التي تتعلق بما يواجهه النزيل بعد خروجه من مركز الإصلاح والتأهيل، او ما يدعى بالرعاية اللاحقة. حقيقة لا توجد برامج رعاية لاحقة، رغم أنه هذا مش من مسؤولية الحكام العام، ولكن هو من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية. ونتمنى أنه في يوم من الأيام تكون عندنا إدارة كبيرة تتولى رعاية النزلاء بعد خروجهم من مركز الإصلاح والتأهيل، حتى لا يرتدوا إلينا عائدين إلى المركز. مسألة عدم المحكومية أنا أتفق معك تماما أنها تشكل أيضا عائق أمام النزيل الراغب في العمل، خاصة أنه معظم النزلاء أو غالبية يعني عدد لا بأس منهم، بس يطلع ما عنده تمويل يبدأ بمشروع خاص، يكون خلاص هو تاب ويبغى يبدأ. الآن عدم المحكومية القانون الأردني، إذا كان هذا الشخص محكوما بقضية جنائية فلا يحق له الحصول على عدم محكومية إلا بعد مرور 6 سنوات، وأنا في رأيي أن هذه المدة هي مدة طويلة جدا، وبالتالي يعني تساهم هي تكون في عكس التيار، في عكس ما نطمح له. نحن نريد أن هذا النزيل يندمج في المجتمع ويعمل ويجد مصدر رزق يعتاش منه، حتى لا يلجأ إلى الجريمة مرة أخرى، وحتى لا يجد أنه خلينا نقول ارتكاب الجريمة أسهل من وجود فرصة عمل. هذه أنا أتفق تماما مع النزلاء ومع هذا، وطلبت عدة مرات أنه يعني يجب يعني، لأن أنا أرى أنه هذه تشكل عقوبة ثانية على النزيل نفسه.